طبعا المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي، هل بتعتبر ونجح في هذه المهمه ولا انت شايف ان هي مهمه سهله وكان من الممكن افضل مما كان كمان؟ لا، هو مش هي مهمه سهله يعني، تمام. مهمه سهله، ولكن هو كيف تدير المهام السهله برضه. يعني كل مدير فني بيبقى عايز يحط لنفسه برضه رقم، لان ده في السي في بتاع كابتن يوسف برضه، ان انا النهارده ادرت مباراه في بطوله افريقيا كسبت فيها 9-0، فده في هتبقى موجوده في السي في بتاعه. ده حاجه تحسب للمدير الفني. النهارده كيفيه اداره المباراه واشراك اللاعبين وتنوع الاشراك، هل هنزل مين في الدقيقه كام وهغير مين في الدقيقه كام، دي برضه حاجه تحسب لاداره المدير الفني لكابتن محمد يوسف. النهارده بعض التغييرات اللي عملها النهارده، التشكيل من بدايه المباراه برضه يحسب للجهاز الفني. انت عندك بعض اللاعبين اشركت، بعض اللاعبين الجدد اللي انت اشتريتهم اشركت البعض، والبعض الاخر يمكن نزل احتياطي او عملته تغييره، فدي حاجه برضه بتحسب للمدير الفني كيفيه اداره المباراه. كل مباراه على حسب ايه المطلوب منها. النهارده مش المطلوب بس انك تكسب، النهارده زي ما قال اسامه كابتن شريف، المفروض ان بتجرب وبتغير وبتشكل وبتشتغل مع اللعيبه. هنشتغل كاننا بنشتغل في التدريب. النهارده النادي الاهلي بيشتغل في التدريب. النادي الاهلي لو اشتغل كده في المباريات الرسميه القويه، مش هتكسب 9-0، ولكن هتسجل اهداف طول ما انت بتشتغل انا شايف النهارده التميز اللي كان موجود النهارده، التحركات الكتيره من غير كوره. النهارده جاي بيروح ناحيه اليمين، بيروح ناحيه الشمال، بيخش بيلعب سنتر فورورد. صلاح محسن النهارده ملتزم بحته السنتر فورورد، دي حاجه عجبتني فيه النهارده في التحركات بتاعته. في في في, في 4-2-3-1 مطلوب من الفورورد رقم 9 انه دايما يبقى بيشتغل على ال 18 او في ال 18، ما يخرجش بره كتير، لان انت خلاص بتلعب بفورورد واحد، خاصه لو الاثنين اللي بيلعبوا جنبك على الطرف، زي مثلا زي صبحي وزي الشحات، اثنين دايما بيلعبوا على طرف الملعب قليل الدخول داخل ال 18. النهارده كان موفق جدا جدا صلاح محسن في تحركاته داخل ال 18. في اكتر من كره كان تسلل، بس ده وضع طبيعي برده من الغيبه الكتيره عن المباريات، ولكن تحركاته في ال 18 رائعه جدا. الهدف يمكن اللي سجله حسين الشحات، المراوغه، التحرك، الكره اللي حطها في الزاويه البعيده وراحت الجول مساكه وراحت لحسين الشحات، تصرف فيها تصرف ذكي جدا. دي برده حاجه من الحاجات الجيده بالنسبه للفرد، ان ازاي تتصرف في ال 18 تحت الضغط. لعيب كويس، لعيب بروميسنج، امكانياته كويسه، يقدر يكون في يوم من الايام فرود النادي الاهلي بامكانياته بالتحركات. انا مش بحكم على مباراه النهارده يا كابتن، ولكن انت برضو في وقت من الاوقات لمسات اللعيب داخل الملعب وتحركاته بتقول ان ده فرود كويس، بتقول ان ده فرود ممكن على الطريق يكون موجود كلاعب اساسي يعتمد عليه داخل في النادي الاهلي. التحركات برضو بتاعت اجي وحسين الشحات النهارده اكثر من رائع الحقيقه. حسين الشحات النهارده تفوق على نفسه في التحركات. اتمنى ان الكلام ده كله يترجمه في كل المباريات اللي جايه. التحركات لكل اللي جاي صعب، صعب جدا، وبالتالي محتاج ان انت تطبق كل هذا الكلام، محتاج تشتغل على اتليست بنص الامكانيات اللي انت اشتغلت بيها النهارده دي. لو اشتغلت بنص الامكانيات انت اشتغلت النهارده اللعيبه، انا مش فكره ان المباراه سهله، ممكن المباراه سهله ولكن الاداء برضه سهله في المباراه الاولى يعني. بالظبط، ولكن التحركات يا اسلام، النهارده مفيش لعيب بيستلم الكره من رجله. النهارده كل لعيب بيستلم الكره في مساحه، بتستلم الكره في دبل باس كتير جدا حصل النهارده. مجدي قفشه والكرات العكسيه اللي كان بيعملها اللي فيها شغل كويس قوي، اللي تسجل منها اجاي، سجل اللاعب الاجاي، تسجل منها هدف لصلاح محسن. النهارده في تحركات رائعه، بس ارجع اقول برضو يا كابتن حاجه مهمه، المفروض الماتشات اللي زي كده الاهلي يخش على الدور 16 على طول. يعني احنا برضو عايزين يعني ما ينفعش نخش ال 32 وال 64، ما فيش كلام، المفروض ندخل على 16 على طول يعني. المفروض يعني بيني وبينك برضو، لكن يلا خلينا نشوف كويس.